بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا وحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء معكم بهذه الرسالة التي بعثها خالد الشمري من الرياض. يقول: هل الأمراض والمصائب التي تصيب ابن آدم عقاب من الله أم امتحان لعبده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصائب التي تجري على العباد فيها حكمة عظيمة إلهية، وهي قد تكون عقابا وهلاكا والعياذ بالله، وهذا بالنسبة للكافرين والمشركين، وقد تكون تمحيصا وتكفيرا، وهذا يكون بالنسبة للمؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم المصائب بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فتكون تنبيها لهم ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتكون تكفيرا أيضا لسيئاتهم، كفر الله بها سيئاتهم. وقد تكون رفعة في درجاتهم، فإنه قد يكتب الله للعبد منزلة في الجنة لا ينالها بعمل، فيقدر عليه هذه المصائب لرفعة درجاته. فيها حكم عظيمة، لا تأتي المصائب بدون فائدة وبدون حكمة، فإن هذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل، فما يجري شيء إلا وله حكمة إلهية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول: رجل له إبل تبعد عن بيته أكثر من 200 كيلو متر، يذهب إليها بين فترة وأخرى ليتفقدها ويجد لها ما تحتاج إليه من أعلاف ونحوها، ويمكث هناك يومين أو ثلاثة ثم يرجع إلى أهله، وهل هذا البقاء هناك له القصر والجمع في هذه الحالة؟ إذا كانت هذه الإبل في الفلات وفي البر وتبعد كما قال 200 كيلو عن بلده، لا عن بيته، عن بلده، يعني عن حدود البلد الذي هو فيه، تبعد 200 كيلو وهو لا يقيم عندها إقامة طويلة، إنما في حدود 3 أيام 4 أيام، أو يقيم إقامة غير محددة، إنه يقصر الصلاة لأنه مسافر، يقصر الصلاة في الطريق، يقصرها عند إقامته الأيام اليسيرة عند البل لأنه ما زال مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم علي في جدة مقيم، يقول: بعت قطعة من الأرض في بلدي بمبلغ من المال، وأريد بناء بيت بهذا المال، ولم أبني في هذا العام، واستمر المال معي عام ونصف، هل عليه زكاة؟ نعم، المال إذا بلغ النصاب، وتقصد به النقود الآن، يعني معك نقود. نعم. إذا بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة لأي غرض تريدها، للبناء أو للزواج أو لغير ذلك، فإن فيها الزكاة كل ما مر عليها سنة. أيضا سؤاله الآخر في هذه الرسالة، الأخ إبراهيم يقول: أختي فقيرة وأدفع لها مبلغ من المال في كل شهر على مدار العام، هل يجوز لي أن عند إخراج الزكاة من مالي أخصم هذا المال بنية الزكاة لأختي؟ إذا كانت أختك محتاجة، ليس لها دخل وليس عندها من ينفق عليها، فإنك تعطيها من الزكاة وتعتبر ما تعطيها من الزكاة، وإن اعتبرته صلة وتبرعا فهو أحسن.
نعم. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة باعثها المستمع طاء شين عين رمز لي اسمه من السعودية، يقول: عند تمزيق الورق المعاملات والخطابات هل يجب علي أن أقوم بقص البسملة المكتوبة بداخلها ووضعها بمكان مخصص وإحراقها بعد ذلك؟ إذا كثر هذا وصار يشق فلا يلزم هذا الشيء. أنت لا تقصد إهانة البسملة وغيرها، ولكن لا يلزمك أنك تتتبع الأوراق كلها وترفع منها بسم الله أو ما فيه ذكر الله، لأن هذا فيه مشقة. نعم. أيضا سؤاله الآخر في رسالته يقول: أنا رجل موظف ويبعد مكان عملي عن سكناي ما يقارب 90 كيلومتر، هل يجوز لي الجمع والقصر مع العلم أن عملي لمدة نحو 12 ساعة متواصلة ويومين ونصف لا يوجد لدي عمل أفيدني؟ نعم، إذا كانت المسافة من بلدك إلى مكان العمل 80 كيلو فأكثر، وأنت لا تنوي إقامة هناك وإنما تلبثي قدر أداء العمل ثم ترجع، فإنك مسافر. ولكن لاحظ أنه إذا كان حولك مسجد وجماعة يصلون أنك تصلي معهم وتتم الصلاة، إذا كانوا يتمون الصلاة مثلك وهم مقيمون ومستقرون يتمون الصلاة فإنك تصلي معهم وتتم الصلاة، ولا تصلي منفردا وتقول أنا مسافر وأقصد. صلي معهم لا تترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد محسن عبد الحميد يقول: ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع في السفر بشكل عام؟ كما سمعت أن إذا بلغ السفر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنك تقصر حين تخرج إلى أن ترجع، وإذا نويت إقامة طويلة في أثناء السفر تزيد على 4 أيام فإنه ينقطع السفر وتتم الصلاة، وإذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل أو لم تحددها ولا تدري متى ترجع فإنك تقصر الصلاة. إلا كما ذكرنا في الجواب قبل هذا، إذا كان عندك مسجد تقام فيه صلاة الجماعة إنك تصلي معهم تتم الصلاة معهم إذا كانوا مقيمين يتمون الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع باخت ذاكر من جدة يقول: هناك جماعة صلوا الفرض داخل المقبرة فأمروا بإعادة الصلاة خارج المقبرة، فهل فعلا تجب عليهم الإعادة أم أن صلاتهم الأولى صحيحة؟ لا، صلاتهم الأولى غير صحيحة، تجب عليهم الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، فهم أخطأوا في كونهم صلوا الفريضة داخل المقبرة، فلا تصلى المقبرة إلا صلاة الجنازة، إذا فاتت صلاة عليها في المسجد أو مع الناس، صلي عليها أو على القبر، صلاة الجنازة فقط، وأما غيرها من الصلوات فلا تصلى في المقابر ولا عند القبور. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم أيضا الوعظ والإرشاد والتذكير عند دفن الميت؟ هذا لا أصل له من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لسبب، وأنهم وجدوا القبر لم يجهز فجلس هو وأصحابه ينتظرون الفراغ من تجهيز القبر، استغل صلى الله عليه وسلم الفرصة وذكر أصحابه في هذه الفترة ولم يكن يداوم على هذا، اتخاذه دائما للموعظة والتذكير هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة بعثها المستمع حسين العولقي يقول: السؤال الأول: متى وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ على وجه التحديد لم يثبت شيء يحدد، الذي ورد أن فيه ساعة إجابة لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تحتمل لكل اليوم. نعم. ولكن تحرى بعض العلماء تحديدها على أقوال كثيرة، لعل أقربها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من هذا اليوم، وهي زمن يسير آخر من آخر اليوم، وبعضهم يرى أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة. نعم. سؤاله الآخر أو الثاني يقول: من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل يردد مع المؤذن أم يصلي ركعتين؟ يبادر بصلاة الركعتين تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.
يقول: ما معنى حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه؟ الحديث معناه الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن الناس على درجات، فالذي يبكر أكثر يحصل على أجر أكثر. من ذهب في الراحة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة وهي الأخيرة كأنما قرب بيضة. الناس يتفاوتون في الأجر والتبكير، والأجر على قدر التبكير كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يبادر بالذهاب إلى صلاة الجمعة. السؤال الأخير للمستمع حسين يقول: ما حكم من نسي التسمية عند ذبح الأضحية؟ إذا نسيها فلا حرج، تحل الذبيحة، لأنه لم يتعمد ترك التسمية، قد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسن الله إليكم. لننتقل إلى رسالة أخرى بعثها أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول: من نسي آية من سورة الفاتحة وهو إمام في الصلاة ثم ذكرها بعد الانتهاء من الصلاة، ما هو الحكم؟ إذا نسي آية من القرآن، آية من الفاتحة، نعم، وهو إمام ولم ينتبه إلا بعد أن سلم، فإنه يأتي بركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو قبل السلام. نعم. وإذا تفرق المأمومون؟ الحاضرون عنده، والذين تفرقوا خرجوا يبلغوا من أمكن يريدون يأتون ويصلون معه ركعة الباقية، ومن ذهب ولم يتمكن من إبلاغ فهو معذور، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز في السجود والركوع الدعاء بغير الدعاء المأثور أو إضافة له في الركوع والسجود؟ الدعاء في الركوع والسجود لم يحدد، يدعو الإنسان بما تيسر له، يدعو بما تيسر له، ويحرص على الاستغفار: رب اغفر لي، تب علي، ارحمني، ويزيد ما شاء الله. نعم. هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول: ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. سؤالي حفظكم الله: هل صلاة السنن الرواتب في البيت يشملها ذلك؟ نعم، يشملها ذلك، أفضل صلاتها في البيت أفضل، وكان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز إطعام المساكين بدلا من الصيام في الكفارة؟ في كفارة اليمين يخير بين الإطعام والكسوة، نعم، وتعتق الرقبة، خير بينها، فإذا لم يجد يصوم ثلاثة أيام، ففيها ترتيب وفيها تخيير. وأما في بقية الكفارات فلا، ما يجوز الإطعام، كفارة القتل مثلا أطعم، كفارة الظهار لا يجوز الإطعام إلا إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام فإنه يطعم الترتيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه مقيم في المملكة وقادم من الشام، يقول: أنا وأهلي قدمنا من الشام بالطائرة بنية العمرة والإقامة سوية، وقلنا لبيك اللهم عمرة إن حبسني حابس إلى آخر ذلك، ولكن بسبب الارتباك لم نلبس الإحرام ولم نعتمر، ونحن من فقراء مكة الآن. السؤال: هل يجب صيام 10 أيام بدلا من ذلك من ذبح الشاة على ما نسمع؟ وهل علينا أداء العمرة بديلة لذلك؟ نعم، إذا أحرمتم من الميقات ولبيتم العمرة إنه ينعقد الإحرام، يجب عليكم أداء العمرة، طواف وسعي وتقصير أو حلق، ولو لم تخلعوا الملابس، ترك الملابس عليكم والمخيطات بالنسبة للرجال هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن أنتم تركتموه جهلا أو نسيانا ليس عليكم فيه شيء، وإن تعمدتم لبس المخيط وأنتم تعلمون أنه لا يجوز يكون عليكم فدية، مخير بين ذبح شاة المساكين في مكة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، هذا إذا تعمدتم لبس
المخيط بالنسبة للرجال، أما إذا نسيتم فليس عليكم شيء، وعلى كل حال واجب عليكم أداء العمرة التي أحرمتم بها، ما تسقط عنكم ولا زلتم محرمين تؤدون العمرة. إذا كان حصل جماع تكون العمرة فاسدة، تؤدونها وإن فاسدة، تذبحون شاة في مكة كل واحد وتخرجون إلى الميقات الذي أحرمتم منه في الأول، تحرمون بعمرة جديدة قضى للعمرة الفاسدة وتؤدونها. نعم. والاستطاعة في هذه الحالة بارك الله فيكم، ما حبسهم حابس. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير للأخ السائل عن في هذه الرسالة يقول: إذا سقط الجنين عن عمر 50 يوما تقريبا، فماذا يلزم المرأة في هذه الحال؟ لا يلزمها شيء لأن المدة قصيرة، لكن إذا يلزمها الصلاة، صلي، لأن هذا الدم دم نزيف وليس دم نفاس، تلزمها الصلاة ولا يلزمها غير ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع لصلاة المغرب مع العشاء وإن كان المطر قد انتهى قبل صلاة العشاء؟ فما حكم الذين جمعوا الصلاة؟ هل يصلوا صلاة العشاء مرة أخرى؟ إذا كانوا جمعوا والعذر موجود وقت الجمع، العذر موجود وهو نزول المطر وقت الجمع، جمعهم صحيح ولا يعيدون العشاء ولو ذهب المطر، لأنهم جمعوا في وقت يجوز لهم الجمع الحمد لله، وليس من شرط ذلك أن يستمر المطر إلى دخول وقت العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. السائل مقيم في المملكة العربية السعودية محمد صادق يقول: هل قول تفاءلوا بالخير تجدوه فهو حديث صحيح عن المصطفى؟ لا أعلم ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل حينما يسمع الكلمة الطيبة أو الاسم الحسن، فإنه يؤمل خيرا، والفعل هو تأميل الخير، خلاف الطيرة فإنها تأميل الشر، والفعل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والطيرة سوء ظن بالله عز وجل، طيرة حرام وشرك، أما الفعل فإنه لا بأس به، وهو أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في شركة وأحيانا يطلبون مني شراء وعمل أشياء خارج عملي ولا يعطوني السعي في هذا العمل والتعب، هل يجوز لي حساب قيمة هذه الأتعاب وأخذها منهم دون علمهم؟ لا يجوز لك ذلك، لكن إذا كنت تريد أتعاب يطلب منهم، أطلب منهم ما تريده من مقابل التعب، أين أعطوك الحمد لله، وإن لم يعطوك لا تلتزم لهم بهذا الشيء لأنه ليس من عملك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر رمز لإسمه بمحمد من الرياض يقول: هل يصح إقامة الصلاة والإنسان المسلم على غير القبلة خاصة وهو في الطائرة؟ استقبال القبلة في صلاة الفريضة شرط من شروط صحتها، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يجب هذا في صلاة الفريضة وهو شرط من شروط صحتها، مهما أمكن ذلك، فإذا لم يمكن فإنك تصلي إلى أي جهة لأنك معذور في هذا وهو شرط عجز عنه ويسقط. نعم. السؤال الآخر حفظكم الله في هذه الرسالة أيضا يقول: هل قراءة أوراد الصباح والمساء يشترط فيها الطهارة؟ لا يشترط الطهارة للأذكار والأدعية، لكن كونه على طهارة يكون أفضل. أيضا من الأسئلة يقول السائل: يأتيني أحيانا خوف شديد من الموت وخاصة في الصلاة، على ماذا يدل؟ خوف الشديد الذي يؤثر عليك حياتك هذا وسواس، استعيذ بالله من الشيطان. وأما تذكر الموت هذا مطلوب، تذكر الموت مطلوب من أجل التوبة والاستعداد للعمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادما لذات الموت، تذكره مطلوب مشروع إن فيه من المصلحة عدم الغفلة. وأما الوسواس والخوف منه الشديد والذي يؤثر على حياتك ويكدر حياتك هذا من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان. نعم. أيضا سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: أحيانا أنام عن صلاة الفجر دون قصد، مع أنني أبذل الأسباب للقيام للصلاة مثل المنبه، وتأتيني ضيقة صدر عندما لا أصلي، هل علي شيء في ذلك؟ نعم، هذه علامة خير أنك إذا تستيقظ لصلاة الفجر تصيبك شيء من الندم، هذا علامة خير، ولكن احرص على القيام وأبذل الأسباب، فإذا غلبك النوم مع بذل الأسباب لليقظة وغلبك النوم فأنت معذور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يريد العمرة وجاء من الكويت عن طريق الدمام، لكن ليس عنده إحرام ولم يلبي بالعمرة عند محاذاة الميقات في الطائرة، حتى يقول نزلت الطائرة في مطار جدة وهو لم يلبس الإحرام ولم يلبي بالعمرة، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ هذا جهل منه. الواجب أنه أحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات، ولو لم يكن عنده ملابس إحرام بإمكانه يترك السراويل عليه ويلتحف بشيء على جسمه، على كتفه وصدره وظهره، ويكشف رأسه إلى أن ينزل إلى المطار، ثم يشتري ملابس الإحرام ويتجر ويرتدي بها، وليس عليه شيء. من لم يجد، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. لكن الوقع الذي وقع منه يكون عليه فيه فدية، يكون عليه فيه فدية، لأنه أخر الإحرام عن الميقات، ترك واجبا من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم فدية يذبحها في مكة ووزعها على الفقراء، وعمرته صحيحة إن شاء الله. نعم. هذا سؤال من المستمع نايف من الرياض. نعم. يقول: رجل على سفر فأصابته جنابة فتوضأ وصلى دون أن يغتسل، فهل هذا جائز؟ إذا أصابته جنابة فلا بد من الاغتسال. الوضوء لا يرفع الجنابة، لما يرفع الحدث الأصغر فقط، فعليه أن يعيد الصلاة، أن يغتسل ويعيد الصلاة، أنه صلىها على غير طهارة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كما قال الله جل وعلا: إن كنتم جنبا فاتطهروا، يغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: أنا أعمل في مؤسسة مقاولات، ويوجد بند في العقد الذي بيني وبين المؤسسة أنه لا يحق لي العمل في أوقات الراحة لحساب جهة أخرى بأجر أو بغير أجر، فما الحكم إذا قمت بالعمل لحساب جهة أخرى أو إذا أخذت إجازة من المؤسسة؟ إذا أخذت إجازة من المؤسسة التي شرطت عليك أن لا تعمل وباحت لك ذلك فلا بأس، أما إذا لم تستأذنها ولم تأذن لك، المسلمون على شروطهم، لا يجوز لك أن تعمل، أن تكون مفرغ لعملهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي في لقاء مقبل بإذنه عز وجل، والسلام عليكم